تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد وش راكم؟ إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. أنتم يا أطفال تاني لكم شاهدوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا كما هاد الأصدقاء هادو، ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. بعد التسجيل يا أطفال لازم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة، على بالنا بلي كامل حبيتوا تجوا تحضروا معنا وإحنا تاني ماذا بينا نستضيفكم كامل، إذا شوية على الصبر وراح عمو يزيد يتصل بكم باش تجوا تحضروا معنا وتفرحوا معنا. كالمعتاد يا أطفال في كل حصة نتكلموا على أيام مهمة في حياتنا، واليوم مهم، واليوم كاين يوم مهم جدا جدا جدا، هو يوم أول نوفمبر اللي هو يوم اندلاع ثورة التحرير في سنة 1900. شو اللي يقدر يقول لي؟ واسمك؟ محمد بالعباد. وين تسكن محمد؟ في سليمان كروش في حي البساتين. حي البساتين. أي سنة اندلعت الثورة؟ 1954. إذن الثورة اندلعت في 1954، إذن 62 سنة هذا العام. ولكن هذا العام نحتفلوا هذه السنة هذه بالستينية لمؤتمر وقع في سنة 1956 2016، 60 سنة. واسمو هذا المؤتمر هذا تاع 1956؟ مؤتمر شكون اللي يعرفو؟ روحي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ مريم. واسمو مؤتمر؟ الصمام. مؤتمر الصمام في أي يوم؟ 20 أوت. برافو. إذن في 20 أوت 1956 عقد مؤتمر الصمام، هو أول مؤتمر لثورة التحرير نظمت الصفوف نتاعها فيها، رانا نتكلموا عليه في كل حصة لأننا نحتفل بالذكرى الستين. يا أخي واش رأيكم يا أطفال في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز، تحبوا على الغاز؟ نعم. إذن لغز اليوم يقول: لا يفكر ولا ينطق ولا يرى لكنه يحكم بالعدل، من هو؟ إذن أعيد اللغز: شيء لا يفكر لا ينطق ولا يرى لكنه يحكم بالعدل. برافو، أنتم كامل شاطرين على بالي، ولكن لازم تنتظروا الآخر الحصة باش تعطوني الجواب تاعكم. أنتم والأصدقاء تاعنا اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذه الطريقة هذه. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك، جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية يا أطفال. وإحنا في هذه المناسبة الذكرى 62 لاندلاع الثورة، الذكرى 60 لانعقاد مؤتمر الصمام، اخترنا شخصية بارزة في ثورة التحرير وهو عبد الحميد مهري. إذا نور الهدى راح تعرفنا بهذه الشخصية، تفضلي نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم عن حياة المجاهد عبد الحميد مهري. ولد في 3 أبريل 1926 بالخروب بقسنطينة. نشأ في وادي الزناتي أين حفظ القرآن الكريم وتلقى أول دروسه. انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية.
اعتقل في نوفمبر 1954 وبقي في السجن حتى أفريل 1955. عين ضمن وفد جبهة التحرير الوطني بالخارج، وشغل منصب عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية. عند تشكيل الحكومة المؤقتة شغل منصب وزير شؤون شمال إفريقيا في الأولى، ومنصب وزير شؤون اجتماعية والثقافية في التشكيلة الثانية. بعد الاستقلال عين أمينا عاما لوزارة التعليم الثانوي من 1965 إلى غاية 1976، ثم وزير الإعلام والثقافة في مارس 1979، ثم سفير الجزائر في فرنسا من 1984 إلى غاية 1988، ثم في المغرب حتى استدعائه إلى الجزائر وتوليه منصب الأمانة الدائمة للجنة المركزية، ثم منصب الأمين العام للحزب. وكان من دعاة المصالح خلال أزمة الإرهاب التي عرفتها الجزائر. انسحب مهري من الحياة السياسية عام 1996، لكنه بقي يناضل من أجل التغيير والتداول السلمي للسلطة إلى آخر أيامه من خلال المحاضرات والملتقيات التي شارك فيها. توفي عبد الحميد مهري صبيحة يوم الاثنين 30 جانفي 2012 عن عمر يناهز 85 عاما، بعد أسابيع من الصراع من المرض بالعاصمة. ووري عبد الحميد مهري التورة في مقبرة سيدي يحيى بالعاصمة في جو جنائزي مهيب وبحضور قياسي للشخصيات الوطنية والسياسية. وشكرا. برافو 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 نور الهدى، برافو برافو برافو. يا أطفال، ثورة التحرير هي تاريخنا، إذن لازم نعرفوا الشخصيات اللي داروا، اللي بفضلهم الجزائر راهي دركا مستقلة. عمو يزيد دار لكم أغنية جميلة تتغنى بثورة التحرير، نقول فيها جدي لو تحكي جدي عن أرض المليون، اللي ماتوا على وطني ما ننساهم مهما يكون. يلا تغنوا كامل معي. من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون. بنتي يا مهما تعدي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون. أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون. ترجمة
أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي. يرحم يرحم رب الكون. أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي. يرحم يرحم رب الكون. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ نعم. وش رأيكم دركة؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. إذا كامل ترحبوا معايا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. إذا تفضل عمو سليم. برافو عمو سليم. برافو. عجبكم عمو سليم؟ نعم. برافو. اذا عمو يزيد راح يحكي لكم دركا. تحبوا الحكايات؟ نعم. يلا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه العصفورين والغراب. يلا. كما وعدتكم يا اطفال عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه شيقه، هي حكايه العصفورين والغراب. واحد النهار كان واحد العصفورين كانوا في الوطن تاعهم هكذا يلعبوا فوق الأشجار يمرحوا يتسلوا كامل. فجأة جاهم واحد الغراب،
شاهم واحد الغراب قال لهم واش راكم ديروا؟ قالوا انا في الوطن تاعنا رانا فرحانين انا نتسلاو كامل. قال لهم بصح الوطن تاعكم ما فيهش الخيرات بزاف. قالوا بصح حنا نحبوه الوطن تاعنا. قال لهم لا لا روحوا معايا كاين وطن اخر فيه خيرات كبيره، كاع الشيء اللي تحبوه سيبوه في هذاك الوطن، تقدروا تسلاو تقدروا تاكلوا تقدروا تشربوا، كاين الامان كاين الامن كاين عده اشياء. وقعدوا هكذا يهضروا مع بعضهم هما، يا ترى يا ترى يا ترى كيفاش نديروا. من بعد تفهموا، وهذاك الغراب كل مره يقول لهم روحوا معايا الوطن اللي نديه لكم اللي نديكم ليه احسن واجمل وفيه الخيرات. ومن بعد قالوا له هذوك العصافير لا لا احنا رانا ملاح في الوطن تاعنا ما نجوش معاك، عندنا عندنا كاع واش نحبوا في الوطن تاعنا ما نقدرش نجو معاك. عمو يزيد عمو يزيد نستخلصوا من هذه الحكايه ان الوطن اغلى ما نملكه. بالضبط، برافو 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 بوبي برافو. اذا الوطن يا اطفال هو اعز ما نملك، والوطن تاعنا لازم دائما نحافظوا عليه ودائما نحبوه ودائما نفديه بالنفس والنفيس. يا اخي يلا معايا يا اطفال، درك لحقنا لهذا الروك اللي نحبوه بزاف. وين تجوا لهنايا تحكوا لي النكت ديالكم لي بلاك. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعال تعال اقعد وليدي. واسمك؟ حسين عبد الرؤوف. عبد الرؤوف الله يبارك، احكي لنا حكايتك عبد الرؤوف. قلت قديم الشبك، قلت أن واحد الطفل كانوا يعيشون، بس راح للدار قالها ماما يعيشون، قلت له يا يعيشون افد بليكتك وصابوا بيها. وذاك واحد النهار في راح الجامع اسمع إمامك قالوا قالوا تيني والزيتون ضربوا بالبلي. برافو 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 برافو. تعالي بنتي تعالي تعالي، ارجع مكانك ارجع مكانك، لو كان انا عيط لك. تفضلي بنتي، واسمك؟ كنزة حمار. وين تسكني كنزة؟ تيزي وزو. تيزي وزو، خيار الناس، سلمي لنا عليهم كامل كي تروحي. يا اخي احكي لنا الحكايه تاعك. كان واحد الراجل يدخل روحه في ما لا يعنيه، وفي واحد النهار لقى الناس مجتمعين وراح لعندهم قال له واش صرا؟ قالوا له حادث مرور. قال لهم ابتعدوا ابتعدوا، هذا خويا ولقى حمار ميت. يدخل روحه في كلش. شكرا شكرا. تعالي تعالي بنتي تعالي تعالي، واسمك؟ ريحاب. ريحاب، وين تسكني ريحاب؟ في البويرة. في البويرة، خير الناس، سلمينا عليهم كامل. لا الله يبارك، احكي لنا حكايتك. كاين واحد الراجل راح للصحراء دمع الباب تاع الطروبيل باه كي يسخن يفتح الكارو. برافو برافو برافو. تعال 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 تعال، واسمك؟ فايز. فايز، وين تسكن فايز؟ بنت الحا. في بنت الحا، خير الناس، سلمينا عليهم كامل. لا شكرا شكرا، اقعدوا. إذن يا أطفال، لا يفكر ولا ينطق ولكنه يحكم بالعدل، ما هو؟ تعالي بنتي روحي تعالي، واسمك؟ حسين. لينا. لينا، وين تسكني لينا؟ كوسيدار. كوسيدار، كوسيدار هذه وين جاية؟ واش من ولاية؟ واش من بلاد؟ برج البحر. في برج البحر، خير الناس. واش هو الجواب؟ الميزان. الميزان، برافو 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 برافو. تصفيقة تصفيقة تصفيقة. إذن لا يفكر لا ينطق ولا يرى لكنه يحكم بالعدل، إذن هو الميزان لا بالانس، تحكم بالعدل بما أنها لا يرى ولا ينطق. إذن بنتي احنا الشاطرين اللي جاوبوا على اللغز نعطوهم دائما هدية عمو يزيد اللي هي تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وكذلك سيدي من حق الطفولة فيه 22 أغنية لعمو يزيد، إن شاء الله يفيدك بنتي. تفضلي 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 تفضلي. والآن وصلنا الركن اللي نحبه بزاف اللي هو ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد الجليل 5 سنوات. تعال عبد الجليل تعال تعال، أرواح أرواح عبد الجليل تعال. إذن احنا راح نغنوا لعبد الجليل عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا الجاتو لعبد الجليل. يلا معايا التحقوا بي يا اصدقاء. عيد
ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذن خمسة ربعة ثلاثة اثنين واحد، مبروك عليك جليلو، مبروك عليك العقوبة المية عام إن شاء الله. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت، نحبكم يا أطفال. لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.